أصدقائي أهلا وسهلا فيكم بقناة بوشي تي في. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس واعملوا لي لايك للفيديو وانشروا بين رفقاتكم. مسلسل على صفيح ساخن الحلقة الأولى. المسلسل عم ينعرض على أبو ظبي دراما، تطبيق LBC، AD TV، روتانا دراما وقناة لنا. المسلسل من بطولة سلوم حداد وباسم ياخور وأمل بشوشة، هو من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف الدين سبيعي. بتدور الأحداث حول عائلة الحجار اللي بتقرر الهجرة لألمانيا، وفعلا بتهبط الطائرة وإذ بيلاقوا نفسهم في غينيا الإفريقية من دون أي أسل للمهرب اللي وعد بأنه رح يكون بانتظارهم. والمسلسل بحاول رصد واقع بعض المجتمعات العربية وشو عم تواجهه من تحولات خطيرة، وبيقول صناعه بأنه التحديات رح تكون مختلفة حادة وصادمة خلال محاولة اكتشاف الذات والآخر وفي صراع البقاء أو تحقيق الذات ضمن محيط متخبط. المسلسل هو من إنتاج لجولدن لاين وأي سي ميديا.